مقلوب جميله جدا. عبد الله السعيد منتظرين منه شغل كويس. احمد فتحي تمريره جميله من عماد متعب. فتحي على اليمين لكن شوف هنا زياده تصويبه جميله جدا. هدف اول عالمي. سلام عليك يا اهلي والله كمان انت كبير يا نادي اهلي. عبد الله السعيد اول هز للشباك. عبد الله السعيد عبد الله السعيد 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 اهو السعيد يسعد. وعبد الله السعيد هو من يسعد الجماهير الاهلاويه بعد 10 دقائق لعب. تاريخيا في اخر 10 سنوات النادي الاهلي ب 16 حاله فوز وفوزين فقط للاتحاد وتعادلوا زيهم. اذا كعب وعلو الاهلي هنا في برج العرب ياتي في ليله من احلى الليالي. لما اشوف الجمله وشوف الجمال والتسديده هنا حلوه. عبد الله السعيد تحضير بدون متابعه بدون ضغط في اقصى اليمين على حارس المرمى هاني سليمان. اذا هدف ممتع لصالح النادي الاهلي. ممتاز النادي الاهلي يسجل اول اهدافه هنا على شباك الاتحاد لتعلن عن اول فرحه للخواجه مانويل جوزيه. غير الالوان وجاب اللون الابيض على فكره. اللاعب ده يضغط الاهلي تاني في منتهى الخطوره. 3 على 2 خطيره جدا. كره الثاني مفيش اوف سايد. هوبا متعب. هوبا متعب على نمت. يا ثبته 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 عماد متعب ثبت الجول زي ما الكتاب بيقول يا ولد. لما اشوف الخطا الكبير يا جماعه وبقول لحضراتكم تحس ان الاهلي ركب المباراه. عماد متعب 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 هو اول المبدعين في هذا الموسم. ادي الجماهير وادي البالونات. على فكره النهارده عيد ميلاد سيد عبد الحفيظ وكل البالونات دي جايه عشان ابو السيد. والنهارده الاهلي يهديه في عيد ميلاده. يهدي لمدير الكوره للكوتش بتاع الاداره يهدي له فوز. بينما مانويل جوزيه برغم ان الصوره جت عليه لفترات يبقى مانويل جوزيه هو النجم الكبير. عماد متعب يغير التيشيرت طبعا بتاعه كان يعني قطع كده من الامام. لما اشوف الكوره وشوف الخطا الكبير غرقه 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 ده الكابتن اكرامي مش هيسيبك. انما شوف عماد متعب شوف ضربه الاوفسايد يا جماعه. والله الكابتن طاهر اكيد هياخدها اللقطه دي. شوف الولد وقف ازاي ومع تاني اخر مدافع ازاي ومع المساعد تامر دور اللعبها ازاي ومع لقطه العمر بتاعت الهدف الثاني ازاي. اذا الهدف الثاني للنادي الاهلي ممتع 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 عن